راح فيك مشاهدينا وحياكم الله في فقرة خلك رياضي. هالفقرة اليوم خاصة بشهر رمضان، بنتكلم عن الجوانب الرياضية والتغذية في شهر رمضان. معي الحين مدرب الشخصي عيسى الأنصاري، حياك الله كابتن. الله يسلمك. يعني فيك. الله يسلمك. كابتن، في أسئلة وايد، يعني بالذات شهر رمضان الناس مو بعارفة شو تسوي، تعرف أكثر من نص اليوم واحد صايم، التمارين مو بعارف شو واحد شو يتدرب، أيضا الأشياء الغذائية من مكملات من أكل. فأول سؤال أبي نعرفه، شو الفرق بين التدريب أيام العادية ورمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدي أول شيء بالنسبة حق الأيام العادية، يكون الإنسان دائماً فيها مرتاح ويكون مستمر بكل ضغط الغذائية وكل وجباته، ما ناقصه أي شيء. وطبعاً ساعات رمضان ما شاء الله يجينا في الصيف، صح، ساعات رمضان يجينا في الشتاء، يفرق. طبعاً إذا جانا في الصيف الله المستعان يكون نفس الحالة، يكون كل شيء قاصر عنده، وخاصة وخاصة نسبة المياه في الجسم والأملاح المعدنية. فطبعاً يفرق مجهود كبير والتغذية تقل، لازم تكون جداً ذكي في فترة رمضان، شلون تتعامل مع جسمك، شلون تغذيه. في ناس يقولون من اللي يدربون حديد، يعني بالذات الواحد يدرب في الليل ما يقدر يدرب وهو صايم، هذا الشيء صح او انه عال واحد يدرب وهو صايم؟ الحديد لا، ما انصح طبعا. كأي رياضه ثانيه لها وقت معين طبعا. هي تكون 20 دقيقه قبل الاذان او نص ساعه بالكثير، انه يكون نسبه، نفس ما قلت لك، نسبه المياه جدا قليله في جسمه، كل شيء قليل في جسمه عندك. مثلا حق البنيه العضليه نسبة الجلوكوجين المخزونة اللي هي مدتها 16 ساعة عشان يصير حجم العضلي يقل جدا، فأنت بتصير في خطورة الهدم العضلي، فأنت تبي تتجنبه، فيفضل أنه يكون عقب التمرين إذا كان حق لاعب حمال أجسام. كابتن، الحين لو بنتكلم عن التغذية، تعرف التغذية بالذات لاعبين كمال أجسام واللي يلعبون أي لعبة فيها حديد يعني مهمة، بالذات في رمضان الوقت مثل ما قلت لك تختلف، 16 أكثر من نص اليوم واحد صايم. فخلينا نتكلم عن التغذية، شو واحد ياخذ تغذية صحيحة في رمضان وما تأثر عليه انه يفقد وزن او انه يخسر اللي قاعد يبنيه؟ الكربوهيدرات اللي هي النشويات، اللي هي مثلا السويت بوتيتو، ايوه، اللي هم الفندق، هل الكلمة اللي قاعد ادورها؟ الفندق، هاي من اسرع الأشياء اللي تنهضم بسرعة. عندك مثلاً الكورن، الذرة، وعندك مثلاً البروكلي، هذه كلها سريعة هضم، كربوهيدرات نقية، يعني تقدر تستخدمها مثلاً على الفطور. كابتن، في نهاية هذه الفقرة، أي شخص قاعد تشوفنا الحين بذات الناس اللي قاعد يدربون في رمضان أو بيتدربون في رمضان، شو نصيحتك لهم؟ طبعاً حق الناس اللي أوفر ويت، اللي هم يعني ذات سمنة عالية، انصحهم مزارعة الكارديو كشيء طبيعي، كروتين طبيعي. خل يحاول يجعله نمط حياه يمشي عليه، لا يقول انا ابي امشي بس عندي تارجت بوصل له بس فقط خلاص، لا، هذه راح يوصل وراح يوقف وراح يرجع اخس. حب جسمك عشان جسمك يحبك، صح. هو 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 على قولتهم الهيدن تريجر، الكنز المخفي، حب، حافظ عليه عشان يعطيك اللي انت تبيه.